شو تغيرت فيني الدنيا يا بابا. كنت أستنى اللحظة يلي تجي فيها عالبيت وتجيب لي كيس أكلات وتلفني تحضني نلعب سوا. شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك يا بابا. الله يرحمك ويغفر لك بس يصبرني على فراقك. بابا أنا ولا شي من دونك، بس حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم. آخ يا بابا، وين ما بروح عم بشوف صورتك خيالي. لك هذا الولد ما له محل يبرك فيه غير هون قدام بلور المحل. العمى ولو على هالولاد شعدوا اللزقة. انت ايش عم تعمل هون؟ لك ليش بارك هون؟ ما مشان شي عمو، بارك عم بتفرج على الألبسة. ليش انت معك مصاري تشتري هيك لبس؟ لا عمو ما معي، بس بارك عم بتفرج. ايه اصبح قوم نطلع من هون. يلا عمى ايش هالقرف؟ الله يسامحك يا عمو، انت هيك كمان صرت؟ حسبي الله ونعم الوكيل. بس الله كبير شايف كل شي عم بيصير معي. الله يرحمك يا بابا، لو تدري شو عم بيصير فيني. والله هذا هو الولد نفسه، عجب ايش قصته. يعني انت كل يوم بتعطي تجيني لهون تبرك قدام المحل؟ شوفي يا عمو عم بزيك بشي؟ وانت على عندي لاشوف. قوم مني. احكي لي انت شو قصتك؟ اي قصة عمو؟ ما فهمت عليك. قصتك انت؟ يعني وين ما بروح وين ما بجي عم بشوفك بوجهي، كل يوم تجي بتبرك قدام المحل. وامبارح طلعت على المقبرة بدي ازور قبر رفيقي، لقيتك متشطح هنيك نايم. احكي لي ايش قصتك؟ ليش كنت نايم بالمقبرة؟ نايم جنب قبر بابا. قبر ابوك؟ ليش مين ابوك؟ هو نفس رفيقك اللي رحت زرته بالجبانه. هلا يمان ابوك؟ لا يا عمو انا ابنه ليمان.
يعني انت رضوان؟ ايه عمو انا رضوان. يعني انت بتعرف انه ابوك الله يرحمه كان رفيقي؟ ايه عمو بعرف، وبتذكر لما كنتوا تبركوا هون وتمزحوا وتضحكوا. ايه والله يا عمو صح، شد حرق لي قلبي الله يرحمه. طيب يا عمو تترحم. الله يسلمك يا عمو. يلا عمو قايم اطبق لك لبس حلو تاخده وتروح تغير هاللبس اللي لابسه. مو واقف عمو استنى شوي. عمو انا ما بدي منك لا لبس ولا شيء. وليش يعني هيك عمو؟ لانه بعد ما عرفت مين انا وعرفت انه انا ابن رفيقك كمان صار بدك تساعدني وتعطيني لبس. ليش يا عمو ليش؟ حتى مساعدة الايتام والفقراء صارت بالواسطات والمحسوبيات. ليش ما اعطيتني من اول مرة شفتني قاعد فيا برا؟ لا طيبت علي وبهدلتني قدام العالم والله عرفت انه انا ابن رفيقك صار بدك تعطيني؟ عمو هذا الشيء غلط وحرام. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء للناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله، وذكر منهم: فرجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينهم فمنعوه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمو بس حبيت أوصل لك هاي رسالة، أنا لو بدك تساعد حدا من قلبك وإيمانك كنت أعطيتهم غير ما تعرف مين هو. أنا بكفي أجي أبرك برا واتذكر بابا واشوف خياله عندك واشم ريحته. بس يلي بده يساعد الناس والفقراء والايتام هو بروح بدور عليه، ما بستناه الا يجوا لعنده. روح فرج ملان ايتام فقراء بالمخيمات، دور عليهم بتلاقيهم. اما اخر طلب بطلبه منك. تفضل عمو. اذا يوم من الايام شفت حدا مثلي مرسوم على وجه الحزن